بمشاركة أكثر من 200 لاعب ولاعبة من 15 دولة من مختلف دول العالم، تم تنظيم البطولة الدولية للتنس للناشئين بالمنصورة وتحديدا في نادي جزيرة الورد. البطولة انتظرها طبعا عدد كبير من الرياضيين خاصة المهتمين بلعبة التنس، وده طبعا نظرا لنجاح التجارب السابقة في التنظيم وخروج البطولة بأحسن تنظيم ممكن. خلينا نتعرف على تفاصيل أكثر معانا على التليفون إبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بالمنصورة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. بدايه كده لو توضح لنا البطوله بتشمل على ايه؟ فعاليات وانشطه رياضيه، اعمار المشاركه ايه؟ كل التفاصيل. الحقيقه البطوله الدوليه للناشئين والناشئات دي تبع الاتحاد الدولي والاتحاد المصري للتنس. الحقيقه النادي بيقوم بتنظيم البطولات، عندنا 4 بطولات في السنه. عندنا رئيس مجلس الاداره معالي النائب طارق عبد الهادي رئيس مجلس اداره النادي وعضو مجلس الشيوخ. الحقيقه قاموا بعمل كبير جدا، عمل تم الجان، عمل اقامه، الاعاشه، الملاعب، الاستشفاء، الجيم، حمام السباحه. الحقيقه عندنا في النادي بنيه اساسيه، البنيه الاساسيه دي مخصصه لعمل البطولات الدوليه. النادي اصبح محطوط على الخريطه الدوليه. البطوله المقامه حاليا كان في بطوله محليه قبلها بيومين، كان يوم 8 و9. بدأنا من يوم 10 لغاية يوم 17، امبارح كان نهائي البطولة. الحقيقة النهائي كان فنيا واداريا من انجح النهائيات اللي اتعملت في نادي جزيرة الورد. عندنا اكتر من 6 ملاعب مجهزة وكلها وكل اللجان المخصصة لنجاح هذه البطولة. الاجهزة الادارية والفنية، جميع اللاعبين، كان عندنا اكتر من 14 دولة مشاركين في هذه البطولة، بنين وبنات، هم ناشئين تحت 18 سنة. النهائي كان عندنا بين في الفردي الولاد بين إياد اللي هو المصري وفي تركي، وكان برضو البنات كانوا تركي وتركية وروسية، والدبل برضو كان نفس 2 برضو موجودين، 2 روس واثنين هنود. كان عندنا الحقيقة الدول المشاركة، كان عندنا الهند، كان عندنا الصين، كان عندنا ليتوانيا، كان عندنا اسبانيا، كان عندنا امريكا، كان عندنا تونس، كان عندنا المغرب، كان من كل دول العالم، بالاضافه طبعا للاعيبه المصريين. المستوى التنس الحقيقه في الايام الاخيره ان شاء الله هيلاقي طفره كبيره جدا جدا جدا. مجلس اداره اتحاد التنس برئاسه المهندس اسماعيل الشافعي بيدي كل الدعم وكل الترتيبات لعمل لإنجاح هذه البطولة. البطولة الدولية عندنا بقت سمة من سمات المنصورة، بيبقى فيها انتعاش في كل المجالات. طبعا دي بتدي اسم لجمهورية مصر العربية، بتدي اطمئنان للناس كلها. كان عندنا بقول لحضرتك أكثر من 14 دولة أجنبية موجودين، كل يوم بينزلوا الجيم وبيدخلوا حمام السباحة، بيمشين في مدينة المنصورة وعاملين حاجة جميلة جدا وجو جميل جدا. قد ايه طبعا يا استاذ ابراهيم ده بيفرق في تصنيفنا كمان عالميا، لكن حضرتك بتقول دلوقتي ان النادي استضاف 4 بطولات دوليه، هل هم 4 نسخ من نفس البطوله ولا بطولات مختلفه؟ بتبقى مختلفه يا فندم. يعني كان دي البطوله دي كانت جي 100، قبل كده كانت جي 16، واخد بال حضرتك. البطوله على حسب ترتيبها، على حسب تصنيفها عالميا، وبيبقى ده وتوقيت البطوله. يعني عندنا في بطوله في شهر 2، بطوله في شهر 6، البطوله اللي موجوده حاليا في شهر 8، وفي البطوله الرابعه ان شاء الله في شهر 12. الاتحاد المصري والاتحاد الدولي بيدوا البطولات دايما للانديه اللي فيها بنيه اساسيه كويسه في اللعبه نفسها، وعشان كده تم اختيار نادي جزيره الورد لهذه المهمه. بالظبط يا فندم. ونادي جزيره طبعا من اكبر انديه الدلتا اللي موجوده، وبيضاهي دلوقتي انديه الجمهوريه كلها. عندنا مجلس الاداره برئاسه معالي النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس الاداره، هو لاعب تنس وكان امين صندوق الاتحاد المصري للتنس في فتره من الفترات. وطبعا من الالعاب اللي بتلاقي اهتمام كبير جدا هي لعبه التنس في النادي، في اكاديميات كبيره جدا، في اعمار سنيه مش عايز اقول لسيادتك ابتداء من 4 سنوات و6 سنوات بداوا الناس يشوفوا التنس يعني. أكيد. طيب فكرة إن الأعمار المختلفة وإن إحنا كمان عندنا البطولة بنين وبنات ودبل وسنجل، يعني عدد من البطولات في بطولة واحدة، ده كله بيحصل إزاي؟ التنسيق الأيام كان معمول إزاي؟ الإعاشة كانت فين؟ إدينا بقى التفاصيل دي كلها من فضلك. طبعا سيادتك، يعني مدينة المنصورة من المدن الجميلة جدا جدا جدا. عندنا الإعاشة، عندنا اللي فيه فندق أمام النادي على طول، فندق موجود أمام النادي على طول، ده للإقامة
للعيبه، حتى ما بيتكلموش انتقالات ولا حاجه، هم يا دوب بيروحوا دقيقتين اتنين ماشي كده. وبعد كده النادي من الانديه اللي هي على النيل فرع دمياط، حوالي 600 متر على النيل فرع دمياط. التنظيم ده كان عندنا الكابتن طارق ماهر، ده الحكم العام للبطوله، موفد من قبل الاتحاد المصري للتنس، بيعمل طبعا القرعه والجدول قبلها، بيوصل للنادي وبيرتب، بيشوف كل الترتيبات، ترتيبات في جميع النواحي، ولابد يكون النادي على قدم وساق جاهز لكل البطولات اعلاميا واداريا وامنيا وكل حاجه. فنان لازم نراعي كل الظروف دي، وكل الخدمات تبقى النادي مفتوحه من الساعه 7 صباحا لتدريبات اللعيبه كمان، يعني اللعيبه بتيجي تتدرب قبل ما يلعبوا التدريبات، تدريبات مثلا الماتشات مثلا بتبدا الساعه 9، الجدول بينزل قبلها بيوم، اللي عايز ينزل حمام السباحه بينزل، اللي عايز في اللي حضرتك المأكولات والمشروبات، وكل دوله لها طبعا الاكل بتاعها المعين والشرب بتاعها المعين، وطبعا معاهم اولياء امورهم، يعني في اولياء امورهم موجودين معاهم وقاعدين معاهم بيروحوا ويجوا على طول. اكيد تنشيط للسياحه كمان يا فندم، دي حاجه مهمه قوي. طبعا يا فندم احنا في الظروف دي حضرتك عايزين دول يبقوا عنوان للنادي والمصر طبعا بكل تاكيد، يعني دول كل 14 دوله حضرتك، دول 14 سفير، اما بيروحوا وبيجوا بلد زي الدقهليه او زي المنصوره الاقاليم وكل حاجه مفهوم، بس اصبحت يعني مش القاهره. ايوه بالظبط يا فندم، بالظبط يا فندم. عندنا وزاره الشباب الدكتور اشرف صبحي طبعا قايم بدور كبير جدا 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 في هذا المجال، يعني ادى قوه دفع للانديه بشكل لا تتخيله، ان دول 14 سفير كل واحد من دول هيطلع يقول، وكان على فكره ردود فعلهم جميله جدا جدا وهم ماشيين، يعني كلهم زعلانين وبيسلموا على الناس، وان شاء الله هنجي لكم مره ثانيه وان شاء الله، يعني ومصر حضرتك عارف بلد مضيافه دايما دايما. صحيح يعني. طيب مستوانا ايه يا فندم في اللعبه؟ نطمن بقى على مستوى اللعيبه المصريين في هذه المسابقه. والله الحقيقه هو يعني برضه احنا مستوانا كويس الحمد لله، بس انت عارف عالميا لسه تصنيفنا برضه ما هواش مرتفع قوي، احنا وصلنا الحمد لله اياد وصل لنهائي الفارد الاولاد، وخسر طبعا بصعوبه جدا جدا من اللعيب التركي اللي كان بيلعبه، والدبل البنات والولاد كانوا كلهم، كان في اثنين هنود واثنين اتراك، والطبلات الثانيه كان في لاعبه كارينا مصريه كانت مع بتلعب دبل مع واحده اسبانيه، وهم اللي كسبوا الحقيقه. دي يعني الحاجه اللي فرحتنا شويه ان كان في فرده كده من الفردتين كده مصريين يعني. طيب التفاصيل بقى بتاعه اختيار المنافسات واختيار المنافسين في البطوله، مين اللي مسموح له انه يشارك في البطوله دي؟ بطوله دوليه ومش اول مره بتقام، ازاي بيتم الالتحاق بالبطوله دي؟ هو حضرتك طبعا اللي فيه على الويب سايت بتاع الاتحاد، الاتحاد الدولي بيسجلوا اللعيبه كلهم، كل اللعيبه بتسجل على حسب ترتيبه وعلى حسب يعني النقط اللي هو واخدها قبل كده، بيجي بيسجل في البطوله المحليه اللي هي بنعملها، اللي هي بطوله اللي قبل التمهيدي، قبل التمهيدي بيطلع منها حوالي 8 لعيبه، وبعد كده البطوله اللي هي بتاعه التمهيدي، وبعدين بنبدا في البطوله الدوليه على طول. اللعيبه اللي سجلت ولها ترتيب في الاتحاد الدولي بتخش على طول في الاتحاد ده، وبتدي الحكم يعد، بيبتدوا يدفعوا الاشتراكات على طول. عندنا الاشتراكات طبعا موجوده، عندنا الـ كل التجهيزات، يعني في مكان حديثه جدا لشد مضارب اللعيبه، عندنا اماكن لكل وسائل الترفيه لكل اللعيبه اللي موجوده بعد الماتشات، بيقعدوا ويجوا يدخلوا النادي ويشوفوا كل الطلبات بتاعتهم حضرتك، كل التزامات بننفذها طبعا تماما، لان دي واجهه لمصر كلها باذن الله تعالى. أكيد كل الشكر ليك كابتن إبراهيم الجمل المدير التنفيذي لنادي جزيرة الورد بالمنصورة، شكرا جزيلا ليك، وبنتمنى نجاح البطولة زي كل موسم.